بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سعيد إن شاء الله كده أكون معاكم يعني خلال الفترة اللي جاية، النص ساعة اللي جايين دول كده تكون يعني مفيدة كده وتكون خفيفة إن شاء الله ليكم وعليكم كده إن شاء الله، ونكون فيها استفادة بإذن الله. أحب بس أنوه عن حاجة بإذن الله، إن النهاردة يعني يسعدني ويسعد الحلقة ويسعد البرنامج ويسعدنا شخصيا ان احنا نستقبل على التليفونات اللي هتظهر قدام حضراتكم كمان شويه ان شاء الله 5 حالات هنقدر ان احنا ان شاء الله نعالجهم بالمجان، وربنا يوفقنا كده باذن الله للي فيه الخير ليكم ولينا ان شاء الله. النهارده هيكون موضوعنا عن موضوع مهم ومنتشر، وهو ده وقته يعني اللي هو حساسيه الانف. موضوع طبعا بقالنا كام يومين ثلاثه كده كان الجو كان صعب جدا، وسبحان الله يعني هو ده الجو اللي معظم المرضى بتقول حساسيه او كلهم نسبه 99% او 100%، هو ده الوقت بتاع التعب بتاعهم. احنا في الوقت دوت اللي هو بتاع الفصل اللي هو الامشير، او فصل اللي هو اخر الشتاء على اول الربيع، ده الفصل بتاع التغير بتاع التراب والعواصف والهواء والكلام ده، ده الوقت بتاع الحساسيه. الى جانب اوقات الدم فيها تغير الفصول ما بين الخريف وال من يعني ما بين داخل فصل الفصل من الشتاء للربيع، من الربيع للصيف، من الصيف للخريف، وهكذا. الحقيقه ده التغيير الفصول ده هو ده الوقت بتاع الحساسيه والرشح والزكام والعطس والصدر اللي تعبان والكحه وضيقه النفس والكلام ده. طيب نبتدي كده باذن الله نتكلم عن حساسيه الانف. ايه هي الحساسيه؟ يعني ايه حساسيه؟ الحقيقه ناس كتير تقول لك الحساسيه اصلا عندي المناعه عندي ضعيفه جدا يا دكتور فعشان كده عندي حساسيه. لا، هو الحقيقه الموضوع مش كده خالص، الموضوع العكس تماما. ده احنا علشان المناعه قويه زياده عن اللزوم فبقى عندنا حساسيه. جهاز المناعه اصلا في الجسم ما هو الا الجيش اللي ربنا عامله لي بيدافع عني ضد الميكروبات والامراض اللي ممكن تصيبني. فلما يكون المناعه ضعيفه يبقى الجسم ما عندوش جهاز مناعه كويس، يبقى عنده جيش ضعيف، يبقى اي حد ممكن يخش يحتل الجسم ده ويعمل في اللي عاوز يعمله. سواء كان بكتيريا، كانت فيروسات، كانت فطريات، ايا كان. كمان جهاز المناعه مسؤول عن حمايه الجسم ضد السرطانات والاورام وكل ما يهدد سلامه الجسم. طيب ده لما يكون عندي مناعه ضعيفه يبقى الجسم عرضه ان هو يبقى ليه للغزو الخارجي من الميكروبات وغيره. طيب لو كان المناعه قويه زياده عن اللزوم، ده المناعه بقى قويه زياده عن اللزوم اذا كانك عندك جيش قوي جدا جدا جدا، وبدأ بقى كمان يفتري عليك. يفتري عليك يعني معناها ايه؟ بدأ كمان يهاجمك شخصيا. طب يهاجمك شخصيا يعني ايه؟ يعني بدأ ان هو يعتبر ان الجسم بتاعي ضدي، يعتبر ان جسمي غريب عني، بمعنى ان النهارده بدأ يهاجم الانسجه بتاعتي، بدأ يهاجم الاغشيه الديمقراطيه، ده بدأ يهاجم التركيب بتاعنا. يبقى يحصل الحساسيه. يبقى الحساسيه عباره عن مناعه قويه زياده عن الحد، بقت خرجت عن الاطار الطبيعي للاطار اللي فوق الطبيعي او اللي بعد الطبيعي، بدأت كمان تعادي نفسها، بدأت كمان تهاجم نفسها. طيب الحساسية بتيجي فين؟ الحساسية بتيجي في جزء أو في احنا عندنا 4 أماكن في الجسم ممكن تكون في حساسية. ممكن تكون العينين بنسميها الرمد الربيعي، وده دايما منتشر في الربيع أكتر. بيبقى عندنا الحساسية ممكن تيجي في الجلد اللي هو الأرتكاليا، الهرش الكتير قوي، ممكن يبدأ يهرش جامد في جسمه، ممكن حتى يقطع جلده ويبتدي يسيب دم أو حاجة زي كده. ممكن يجي الحساسيه في الصدر، احنا بنسميها الربو الشعبي، وممكن تيجي الحساسيه في الانف اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. طيب الحساسيه الانفيه، هل في يعني هل لما يجي الحساسيه طول السنه عنده حساسيه؟ الحقيقه احنا عندنا كذا صوره للحساسيه الانفيه. قد تكون الحساسيه ديت ممكن تكون مستمره طول السنه، ودي اللي بنسميها الحساسيه المستمره، او الحساسيه اللي هي طول السنه عندي حساسيه، او الحساسيه الموسميه او الفصليه اللي بتيجي في وقت الربيع او بتيجي في اوقات التراب زي اللي حصل في اليومين اللي فاتوا. ده الوقت اللي فيه التراب والميكروبات والكلام ده، بيبقى عندنا حساسيه. طيب في بقى الحساسيه مستمره على طول، دي بقى الناس اللي عايشين في تلوث زي حالاتنا، عايشين طول النهار والليل في المدن الكبيره، في الاماكن اللي فيها تلوث، شغالين في مصنع فيه مثلا نسبه تلوث عاليه، او واحد شغال في مثلا في بعض المهن زي النجاره مثلا او زي النقاشه، او شغال في مصنع كيماويات، او شغال في اماكن فيها رطوبه عاليه، حديد وصلب او الكلام ده، الناس دي تبقى معرضه للحساسيه على طول لان هو شغله في المكان ده. طيب عرفنا الفرق بين الحساسيه وضعف المناعه. لا، ده الحساسيه فرط مناعه زياده، ما هيش ضعف مناعه.
طيب عارف الحساسية ممكن تيجي فين؟ قلنا في العين، تيجي في الأنف، تيجي في الصدر، تيجي في الإيه؟ في الجلد. طيب نتكلم على الموضوع اللي خصوصا النهارده هو الحساسية الأنفية. طب الحساسية الأنفية ديت إيه اللي إحنا ممكن نفهم وإزاي نقدر ممكن نمنعها؟ طب هل ممكن إن إحنا نتعالج منها؟ طب هل الحساسية مرض بيخف؟ هل الحساسية مرض ولا عرض لحاجات تانية مختلفة؟ الحساسية زي ما قلنا إن أنا عندي مشكلة إن الجهاز المناعة بتاعي بقى عنده حساسية مفرطة، بقى عنده استجابة فوق الطبيعية للأمراض أو للميكروبات أو للحشرات أو فضلاتهم أو كده. بمعنى النهاردة أنا عندي الحساسية دي ممكن تيجي نتيجة تراب، نتيجة ممكن تكون دخان، ممكن تكون نتيجة روائح نافذة شوية زي البرفانات، زي الأيروسول، زي كلور، زي مثلا مواد كيماوية، بنزين، تنر. ممكن يكون الحساسية مش روائح وتراب بس أو دخان بس، ممكن تكون الحساسية نتيجة حاجة أنا باكلها أو حاجة بشربها أو حاجة حتى بلمسها أو حاجة بتنفسها. ممكن لما الحاجة دي تجيلي أو إن أنا تلمسني أو تخش جوه الجهاز التنفسي بتاعي، اللي بيحصل إن الجهاز بتاعي يبتدي يتعامل معاها. يعني هنكمل إن شاء الله عندنا بس الفترة الصغيرة كده، وهنكمل بقية كلامنا عن الموضوع الحساسية الأنفية. للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع لكم مرة تانية بعد كان فاصل عشان صلاة العصر. هنشوف كده بعض الصور كده على الشاشة عندنا، هتبين لنا الموضوع بالتفصيل أكتر، ونقدر نعرف الإشارات الحمراء اللي عندنا في الحالة. احنا برنامجنا اسمه إشارة حمراء، فاحنا عندنا كده كام إشارة حمراء هنقف قدامها بحيث إن أقول لك خلي بالك لما يكون عندك كذا، دي إشارة حمراء بمعناها في مشكلة. لو بص على الصورة اللي قدامنا، احنا عندنا الحساسية زي ما قلنا بتيجي في الأنف، بتيجي في الصدر، بتيجي في يعني جهاز التنفسي عبارة عن بتيجي بالأنف، في الفم، في الحنجرة، العصبة الهوائية، الرئتين، ده جهاز تنفسي. أي حتة من دول يبقى فيها حساسية. لو جت في الأنف يبقى حساسية أنفية، تيجي في الحنجرة ممكن تعمل ضيق في التنفس أو تعمل ضيق تغير في الصوت، تيجي في العصبة الهوائية تعمل كحة، تيجي في الرئتين تعمل ضيق في النفس الشديد. واللي زي ما شوف الحساسية ممكن تيجي عن طريق حاجة ممكن نشمها، ممكن عن طريق الفرو بتاع الحيوانات المنزلية زي عندنا قطة، عندنا كلب في البيت، الحاجات دي كلها الفضلات حتى بتاعتها ممكن نفسها تعمل حساسية. وفي الصورة التحتانية على الشمال دي لها حشرة الفراش. الحشره دي ملهاش دعوه بالنظافه، دي ليها دعوه انها تبقى موجوده في المخدات بتاعتها اللي بنحط راسنا عليها. الفضلات بتاعتها دي هي بتعمل حساسيه، هي دي اللي بتعمل المشكله بتاعت الحساسيه ان احنا بنستنشقها واحنا نايمين بالليل. فضلات الحشره دي السبب الرئيسي للحساسيه. طيب شفنا الصوره اللي بعديها، بنلاقي ان الناس اللي عايشين في الجناين او عايشين في الزراعات او في الاماكن اللي فيها زروع كتير وفيها ورد وحاجات زي كده، على قد ما هي جميله على قد ما بعض الناس عندهم حساسيه ممكن تكون مضره جدا. قد يكون برضه زي ما قلنا حاجات بناكلها او حاجات بنشربها، ممكن زي مثلا الفراوله، ممكن زي الموز، ممكن تكون زي اللبن ومنتجاته ومشتقاته والبيض والحاجات دي، اللحوم. ممكن على فكره الحساسيه تيجي من اي حاجه، تيجي من الشوكولاته، تيجي من حاجات كتير جدا. ممكن يبقى عنده حساسيه اي حاجه ممكن تتاكل او حاجه بتتشرب او حاجه زي بنستنشقها، او زي قلنا الحيوانات المنزليه لو في حاجه في الحيوانات المنزليه برضو الفرو بتاعها ده اكتر حاجه، القطط والكلاب وغيره، العصافير لو شفنا. وكمان طيب معانا اشاره حمراء عشان اتصال في النوفل. معانا اتفضل في النوفل، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا بيبقى عندي رشح في الانف كده وعلى طول يعني بشكل مستمر. تمام. ايوه، في حاجه تانية غير رشح عند حضرتك؟ لا لا، هو رشح وبعدين لما البرد بيجي لي بيقعد فتره طويله يعني ما بيروحش بسهوله. تمام. طيب بص بقى، الرشح كتير ده اسبابه له اسباب يعني قد تكون يعني بقى معاك سنين مثلا، بقى معاك شهور، بقى معاك ايام. يعني الرشح ده بيبقى موجود معايا على طول يعني. طيب انت حضرتك سنك كام سنه؟ 22.
22. طب عملت أشعة مقطعية، كشفت عند حد أنف وأذن وحنجرة؟ قال يعني كشفت وباخد بخاخة كده بس على طول مش بتعمل حاجة يعني. عملت أشعة مقطعية طب على الجيوب الأنفية؟ لا لا ما عملتش أشعة. لازم يكون في أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية، لازم يكون في كشف المنظار عشان نقدر نشخص بالظبط ايه المقولة مع حضرتك، ونشوف اذا كان انت عندك حساسية مثلا ولا لا. ما برضه لو في حساسية ممكن تعمل رشح، بس هل معاها عطس؟ هل معاها اكلام في المناخير، حلقان في المناخير، في حاجة زي كده معاها؟ طيب واضح احنا فقدنا الاتصال. طيب حضرتك سامعني، هتكلم معايا؟ لازم عشان ابقى عارف الرشح اسبابه كتير جدا، قد يكون اسبابه بسبب ادويه انا باخدها او باخد امراض عندي، والامراض دي ممكن تكون جيوب انفيه، ممكن يكون حساسيه، ممكن يكون عوجات في الحاجز الانفي، ممكن يكون تضخم في الغضاريف. مش هنقدر نعرف السبب الا لما نقدر نعمل اشعه مقطعيه بالكمبيوتر على الجيوب الانفيه، وكمان نعمل كشف المنظار على الجيوب الانفيه او للانف نفسها. بالمنظر ده نقدر نعرف اذا ايه سبب الرشح وبيتعالج. مفيش حاجه مالهاش علاج، احنا بس لازم يكون تشخيص مظبوط عشان نقدر نعالجها. لو نرجع تاني لمجموعه الصور اللي معانا، لو نقدر نبص عليها هتوضح لنا برضو الحقيقه موضوع الحساسيه الانفيه دوت وايه مشاكلها، وازاي نقدر نتغلب عليها، وازاي نقدر نعالجها، وازاي نقدر نوصل لتشخيص بيها. مبدئيا خلي بالك الشرع حمراء، لما يكون عندك عطس متواصل، اكلام في مناخيرك وحرقان جامد قوي، وبعدين يعقبه عطس وبعد كده رشح، يبقى انت كده عندك حساسيه. بمعنى انا ماشي شميت حاجه حاسس مناخيري تاكلني، في حرقان في مناخيري، عمال هرش فيها جامد، ممكن بقى هرش كمان في عينيا، بدات احس ان انا مناخيري بدات اعطس جامد 10 15 20 مره عطس ورا بعض، وبعد كده مناخيري تسيب حنفيه بميه، بتسيب كانها ميه فعلا، المناديل مش متلاحم بالمناديل، يبقى انت كده عندك حساسيه. دي اول اشاره حمراء اعرف يا دكتور ازاي انا عندي حساسيه من الرشح العادي، من الانسداد العادي. الحساسيه التقليديه اللي احنا عارفينها زي ما قلت، ابقى ماشي في الشارع او قاعد في البيت كلت حاجه او شميت ريحه معينه، وفجاه الاقي بقى ماشي تاكلني، الاقي عندي رشح جامد قوي، عطس جامد قوي، يبقى انت عندك حساسيه. طيب دي اول اشاره حمراء نخلي بالنا منها. تاني اشاره حمراء نخلي بالنا منها، طب ايه اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ قلنا ممكن تكون حاجه شمناها، حاجه اكلناها، حاجه لبسناها، هدوم. ممكن لو انا عندي حساسيه من هدوم، وخصوصا الهدوم الصناعيه اللي معموله احسن حاجه طبعا في القطن، الصوف دي اللي حياه ربنا خلقها طبيعي، انما الحاجات اللي كلها صناعي دي مشاكلها كتير قوي الحقيقه. يعني دايما نلاقي الحاجات الطبيعيه ربنا خلقها ما بتعملش حساسيه، الحرير، القطن، الصوف ما بيعملش حساسيه، اللي بيعمل حساسيه دايما الحاجات الصناعيه اللي داخل فيها الياف صناعيه ومخلوطه، دي هي بتعمل حساسيه. طيب المريض بتاع الحساسيه، هل الحساسيه ليها سن معين ممكن تيجي فيه؟ الحساسيه ممكن تيجي لاي بني ادم، اول 6 شهور في العمر مش هيبقى عندنا حساسيه، يعني الطفل لسه مولود بيبقى عنده مناعه من امه، لسه بياخد اكسام مضاده من امه لما كان في الرحم جوه، لما بتولد بيقعد 6 شهور كاملين ما عندوش اي مشكله. بعد 6 شهور ممكن يجيله حساسيه. طيب اللبن اللي الام بتديه له لو كان لبن طبيعي بيدي مناعه وبيدي حساسيه كويسه. لكن يجي بقى مشكله ثانيه، طب الطفل اللي بيرضع رضاعه صناعيه ممكن عنده حساسيه؟ اللبن نفسه الصناعي ممكن يعمله ايه؟ يعمله حساسيه، وممكن تبقى مشكله بالنسبه له. طيب الام ما تديش لابنها اكل من دماغها او تفطم بدري او تعمل الا لما تستشير طبيب الاطفال بتاعها، لان طبيب الاطفال هيقول لها ممكن ازاي ان هي تعمل له الفطام بتاعه مظبوط، تديله ايه عشان ما يبقاش عنده حساسيه. يعني في ام ايه عشان تسكت ابنها الشوكولاته، الحلويات، الحاجات دي كلها جميله جدا، بس في نفس الوقت خلي بالك ان ممكن لما تفرط في اعطاء الطفل الحاجات دي ممكن ما عندوش حساسيه يجيله حساسيه. طيب الام اللي ابنها عنده مشكله كحة مستمرة، دايما التهابات شعبية، دايما التهابات في صدره، دايما التهابات في القصب الهوائية، التهابات في الحنجرة، التهابات في الحلق، اهمال العلاج ونسمع للجار او للصديقة او للاخت او للقريبة ان لا ده ما انا ابني كان عنده نفس الكلام، ما بيراضي كح، طب اديله دواء فلاني. طيب معانا اتصال، معانا في الامير، اتفضل عبد الباشا، معانا اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك. اتفضل. لو سمحت دكتور، في الكام يوم اللي احنا فيهم دول، الاضطراب اللي احنا فيه ده، ايوه، مناخيري على طول بتنزل دم. تمام. انا عندي انفلونزا، فلما باجي يعني انف جامد كده فبتنزل دم على طول. فايه العلاج اللي انا ممكن احطه له يعني؟ يعني الدم ده حاجه مؤقته مع الرشح اللي عندك او مع الزكام اللي عندك او مع البرد اللي عندك؟ هو بصراحه زاد قوي الايام دي، هو كان بيجي لي بس كل فين وفين، بس دلوقتي زاد قوي. تمام. انت بتحط علاج لاي حاجه تانية؟ انا دلوقتي بستخدم بخاخات اللي هي الانف دي عشان الزكام، بستخدمها كتير إيه؟ جدا. يعني بخاخه ديت كورتيزون ولا بخاخه عاديه؟ البخاخه دي بروزولين دي، بقى فتره عليها؟ بقى لي فتره كبيره جدا.
طيب خلينا في تخخيخات الكورتيزون من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل جفاف في الاغشيه المخاطيه للانف، والجفاف الاغشيه المخاطيه ده ممكن يعمل نزيف. يعني خلي بالك ان استخدام البخاخات اللي فيها كورتيزون كتير تعمل نزيف، كمان استخدام البخاخات العاديه اللي هي بتاعت البرد والكلام ده دي لوحدها كمان ممكن تعمل نزيف، رغم ان احنا بنستخدمها لتوقيف النزيف بس احنا لو استخدمناها مده طويله بتعمل جفاف في الاغشيه المخاطيه للانف وتعمل قشور وتخلي الاغشيه المخاطيه بدل ما هي منديه بدل ما هي طريه لا تنشف ويبقى سهل قوي ينزل منها دم. اول حاجه لابد ان حضرتك تاخد تمنع البخاخات لمده طويله دي، مش حاسس بخاخه على طول مستمر عليها، ممكن نستخدم نقط اسمها محلول ملح او حاجه زي كده، او نستنشق حتى ميه عاديه، دي هتخلي الاغشيه المخاطيه للانف تبقى طريه شويه. وممكن لو بناخد ادويه للسيوله اسبرين او مسكنات كتير ده بيعمل ممكن يعمل شويه نزيف، وكمان ان احنا ممكن ناخد حاجه تقوي الاوعيه الدمويه، والادويه كتيره ممكن يعني لو يعني بعد كده او استشارة طبيب انفوز وحاجه عشان ما اقولش بس اسماء ادويه معينه يبقى دعايه ولا حاجه، ممكن اي ادويه في بتقوي الاوعيه الدمويه والكلام ده وفيتامين سي وحاجات زي كده هتقوي الاوعيه الدمويه هيخلي الموضوع نزيف ده يقل شويه ان شاء الله. نرجع تاني الموضوع زي ما قلنا، الام اللي عندها مش ابنها عنده مشكله مزمنه انه عنده التهابات متكرره في الشعب الهوائيه وعنده التهابات في الحلق والجهاز التنفسي وبرد وانفلونزا ورشح وكحه على طول، خلي بالك شرى حمراء الطفل ده ممكن يجيله حساسيه، الالتهاب المزمن في الشعب الهوائيه ممكن يقلب حساسيه بعد كده، زي ما قلت لحضرتك اشاره حمراء خلي بالك ما تهمليش في ابنك اللي عنده التهاب مزمن او التهاب متكرر في الشعب الهوائيه والتهاب في الزور والتهاب في الحلق. اشاره حمراء ابنك اللي عنده رشح مستمر ممكن يجيله حساسيه انفيه او حساسيه في صدره، لان الرشح المستمر للطفل الصغير غالبا ده بيكون بسبب ان هو عنده لحميه. اللحميه اللي خلف الانف اللي هي بتبقى موجوده مرتبطه باللوز دي اهملها في العلاج بتاعها وعلاج انها تتشال، طالما في لحميه كبيره بنقدر احنا نبص عليها بالكشف او ان احنا نعمل لها اشعه بنلاقي انها سد المجاري التنفسيه، الطفل ده معرض ان يجيله حساسيه. الطفل ده الافرازات نفسها اللي بتنزل من اللحميه بتاعته على صدره ممكن تعمل له حساسيه. طيب الطفل عرفنا الاطفال، طيب الناس الكبار. الناس الكبار خلي بالك لو سمحت لا افراط ولا تفريط، بمعنى ما تاكلش بروتينات كتير قوي، البروتينات الكتير قوي ممكن تعمل حساسيه. ما نزودش فيها زياده عن اللزوم. خلي بالك لو سمحت البارفانات والروائح النفاذه كتير قوي زياده عن اللزوم ده ممكن تعمل حساسيه. خلي بالك ان في مأكولات كتير الافراط فيها يعمل حساسيه، بمعنى الموز، المانجا، الفراوله، الشوكولاته، البروتينات الكتير كترها ممكن يعمل حساسيه. خاصه للناس اللي هم مدمنين نظافه، يعني في واحد مدمن نظافه، في واحد موسوس كل شويه يخش يغسل ايديه، يغسل وشه، كل حاجه يغسلها بالميه والصابون، الصابون نفسه ممكن يعملك حساسيه. يعني الروائح اللي في الصابون ممكن تعملك حساسيه. طيب خلي بالك زي ما نقول اشاره حمراء لو سمحت، الحساسيه مرض من ضمن امراض النظافه الفائقه. يعني لو نلاحظ كده دايما الناس الموسوسين اللي ايديه دايما يغسلها، مش معناته ما يغسلش ايدينا، لا اغسل ايديك والنظافه كويسه، بس الافراط في النظافه مش كل حاجه لا مش نظيفه، اغسلها مره واثنين وثلاثه واجيب معطرات واجيب معقمات واجيب مطهرات، كل ده خطر. الروائح اللي موجوده في الصابون المختلف ومسحيق الغسيل والكلام ده بتعمل حساسيه، خاصه ان الحساسيه في بعض الاحيان بيكون استعداد عند البني ادم نفسه، يعني ممكن تكون حساسيه ليها علاقه بالوراثه شويه ممكن. طب ايه ممكن الحساسيه علاقه بالجينات والكروموزومات؟ ليها علاقه. طيب هل الحساسيه ليها علاقه بالمكان؟ الاماكن اللي فيها تلوث عالي زي المدن بنسبه الحساسيه فيها عاليه جدا. طيب هل الحساسيه بتقل في اماكن؟ الاماكن الجافه الحساسيه تقل فيها، يعني الاماكن الصحراويه مفيش حد عايش في الصحراء، الاماكن الصحراويه او بدويه اللي عنده حساسيه. الحساسيه اكتر للناس اللي بتبقى عايشين في المدن اللي فيها رطوبه عاليه وفيها نسبه تلوث عاليه. طيب اشاره حمراء وخلي بالك لو انت في بيتك عندك تحت الحوض دولاب متقفل او صندره او مكان للخزين، الاماكن دي في رطوبه عاليه، الاماكن دي بيبقى عايش فيها فطريات معينه، لو انت فتحت المكان ده ودخلت نفسك جواه بتجيبي حاجه او بتدوري على حاجه هتعمل لك حساسيه. فخلي بالك الاماكن لازم تهوي البيت بتاعك. اشاره حمراء الفرش بتاع السرير بتاعك لازم وخصوصا المخده غيريها كل يوم او كل يومين. لابد ان احنا نستخدم. طيب معانا اتصال. ام اسلام اتفضلي. ام اسلام
اهلا وسهلا، ام اسلام معانا، اتفضلي. معانا ام اسلام، واضح حصل شويه في الاتصال. طيب لو قدرت تكلمي تاني ام اسلام كلميني تاني بعد اذنك. نرجع تاني نقول خلي بالك الانسان اللي هو عايش في الاماكن المتربه او عايش في الاماكن الملوثه او عايش في الاماكن اللي هي فيها رطوبه عاليه يبقى عنده حساسيه. بنقول لك خلي بالك نرجع تاني نقول ان الناس اللي عندهم حساسيه، طيب بنقول حشره الفراش موجوده في الفرش بتاعنا، طب نعمل ايه؟ المكوه. يعني مش لازم نغير الفرش كل يوم، كل يوم هنمر جدا لست البيت، لكن على الاقل اكوي المخده بتاعتك. كيف المخده اكوي؟ الفرش يتشمس. يعني كان زمان الناس كانت بتعمل كده، كانت دايما يعني مداومه على موضوع فرش الهدوم في الشمس والكلام دوت. طيب رجعت لنا ام اسلام تاني، نسمع ام اسلام اتفضلي. معانا اختار من ام اسلام. احنا ام اسلام اتفضلي. عليكم السلام، اهلا بيكي. الو اتفضلي يا ام اسلام، سامعينك اتفضلي. وطي بس الراديو او التلفزيون، وطي التلفزيون لو سمحتي. انا معايا طفل عندي. ايوه اتفضلي يا ام اسلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في مشكله عند ام اسلام في الاتصال. نرجع تاني لكلامنا، زي ما قلنا لحضرتك اكوي الفرش بتاعك، شمسيه، تحط في الشمس، الشمس بتموت حشره الفراش، الشمس بتموت الميكروبات، الشمس بتجدد البيت. جدد الهواء بتاع البيت بتاع حضرتك، جددي الهواء بتاع بيتك، جددي الفرش بتاعك ان انت تحطيه في الشمس، التنظيف بتاعه، المكوه. الناس اللي عندهم حساسيه بنصح حضرتك اشاره حمراء اكوي، اكوي المخده بتاعك، كيس المخده بتاعك، ده هيساعد كتير جدا في التقليل من الاثار الضاره بتاع حشره الفراش اللي موجوده في بيوتنا اللي هي مش لهاش دعوه بالنظافه. بيتك نظيف زي الفل او بيتك نظيف زي الفل على عيني وعلى راسي، لكن في حشره فراش موجوده عايشه معاكي، عشان نموتها بالمكوه وبالتنظيف وبالشمس. طيب هل الحساسيه ليها مشكله؟ هل الحساسيه مرتبطه بالجيوب الانفيه؟ ايوه. الحساسيه ما هي الا التهاب في الغشاء المخاطي بتاع الانف، اللي هو الجيوب الانفيه محيطه بالانف. احنا عندنا انف دي اسمها الانف، لكن انا عندي كمان الجيوب الانفيه ان هي عباره عن تجاويف جوه الجمجمه. التجاويف دي عباره عن اوض، الاوض دي مبطنه باغشاء مخاطيه هي كمان. طيب الفتحات بتاعت الجيوب الانفيه. طيب ومعانا اتصال، استاذ سعيد معانا اتفضل، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا بيك، اتفضل. والله حضرتك انا شغال في كافيتيريا في المطبخ، بطلع يعني ايه بشتغل في السخونه على طول. تمام. وبقول لحضرتك في وساعات بقى بطلع بره في الهواء وباخد يعني الشيفت بتاعه كله كده، فبيجي لي زكام على طول بسبب اللي انا بطلع واخش بيه بحكم شغلي يعني. ايوه. عامل ايه حضرتك يعني في حكايه الزكام دي؟ طيب حضرتك اسمعني من اللي حاول عليك حالا دلوقتي. الحقيقه الاخ السائل يعني سال سؤال جميل جدا. احب اقول حاجه مهمه قوي، في عندنا مرض تاني بيتشابه من الحساسيه قوي، هو مش حساسيه لكن هو عباره عن بيبقى خلل في الجهاز الاوعيه الدمويه الموجوده في الانف، فيها اعصاب بتغذيها، الاعصاب دي وظيفتها انها بتخلي الاوعيه الدمويه تتمدد او تنكمش حسب احتياجي للهواء والتدفئه. زمان الانف ليها وظيفه، هي بتدفي الهواء اللي داخل وبتتحكم في كميه الهواء اللي داخل للرئتين عن طريق الغضاريف الانفيه. الغضاريف الانفيه دي بيبقى فيها عامل السفنجه، هي ممكن تتنسخ وممكن تخف حجمها فبتسمح بدخول كميه هواء اكتر او اقل حسب الاحتياج. طيب الاوعيه الدمويه متغذيه باعصاب هي تتحكم في الانتفاخ الاوعيه الدمويه او انها تكش تاني. لما يكون في خلل في التغذيه العصبيه ديت يعمل الموضوع ده اللي هو يحصل واحده مناخير دايما مسدوده. طب ايه اللي يخلي في خلل؟ نتيجه التعرض المفاجئ لدرجه الحراره، يعني انا كنت قاعد في الدفا وطلع حته برد، او العكس اكون قاعد في حته، الاخ اللي كان بيتكلم يعني بيشتغل في مطعم قدام فرن او في حته سخنه ويخرج بره. التغير المفاجئ من درجه الحراره من السخونه المفرطه لبره، او شغالين في الاسرام، او شغالين في حدود الصلب، او شغالين في المطاعم، او شغالين في اماكن سخنه، او قاعد في تكييف سخن او قاعد في تكييف بارد، بيطلع من حته بارده على حته بره حاره جدا، يحصل له موضوع الانفجار المزمن في مناخيره ده. بيقول لك لما تكون خارج حط على الاقل على مناخيرك منديل، ابسط حاجه. انت خارج من الدفا للسخونيه او العكس، او البروده او العكس، حط منديل على مناخيرك، خلي التغير بتاع درجه الحراره ما يبقاش مفاجئ، يكون بالتدريج. وكمان ممكن نستخدم بعض الادويه الحساسيه بالليل، قرص بالليل او حاجه زي كده لفتره موقفه ونستخدمها تاني، ده هيساعدنا شويه. وفي بعض الاحيان ممكن نستخدم بخاخات الفاكولتازون لفتره بسيطه،
لما يكون الموضوع زايد قوي. لكن الاساس بتاعي ان انا لازم ان انا اكون ما اطلعش مره واحده من السخونه للبرد او من البرد للسخونه او العكس، علشان ما يحصلش التغير المفاجئ ده يعمل نفس الاعراض الحساسيه، مناخيري تتسد وترشح ويتكتم المناخير. طيب الحساسيه ليها علاقه بالجيوب الانفيه؟ ايوه، التهاب الحساسيه ممكن تعمل بعد كده التهاب في الجيوب الانفيه. ليه؟ لان الفتحات بتاعت الجيوب الانفيه ما بتبقاش فاتحه مظبوط ويحصل التهاب في الجيوب الانفيه. طيب هل في علاج للحساسيه؟ ايوه. طيب معانا اتصال، استاذ هويده اتفضلي. استاذ هويده معانا؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضلي. اتفضلي استاذ هويده. لو سمحت يا دكتور، انا عندي حساسيه ليها يجي 10 سنين. حساسيه فين؟ في الانف ولا في الصدر ولا فين؟ واضح ان الاتصال قطع. طب نرجع ل حساسيه في الانف. طيب بص يا ستي، يعني اعتقد جبت على شويه من الاسئله الاولانيه يمكن اللي كنت عاوز تساليها لي. هقول لك بس، طب نعمل ايه للناس اللي عندهم حساسيه؟ هل الحساسيه مالهاش علاج؟ هل الحساسيه يعني حاجه ما خلاص مالهاش شفاء منها؟ في حاجه مهمه قوي نبقى عارفينها، الحساسيه يعني عباره عن زبون او عباره عن ضيف تقيل. ام حسام، ام هشام من القاهره. ايوه اهلا بيكي يا مشان، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. بعد اذنك يا دكتور، انا عندي الجيوب الانفيه وعندي مراره شديده في بقي. المراره دي مستمره على طول بقى لها 3 سنين مع فطريات على لساني، هل الجيوب الانفيه تعمل كده؟ لا، الحقيقه الجيوب الانفيه ما تعملش مراره في اللسان، ما تعملش فطريات في اللسان، هي يعني لو عندك فطريات على لسانك، لون قادر على لسانك وفي مراره وفي يعني زي طبعا على اللسان كده، دي فطريات ممكن تكون من المعده، يعني ممكن تكون معدتك هي فيها مشكله. يعني المعده بس ولا في سبب تاني؟ يا فندم؟ المعده بس ولا يبقى في سبب تاني؟ لا، ممكن المعده السبب الرئيسي، يعني ممكن السبب الرئيسي يبقى المعده، يعني لازم تشوف معدتك الاول، انت عندك حاجه في معدتك؟ يعني في عندك ارتجاع مريء. ارتجاع مريء. الله ينور، ارتجاع مريء هو السبب اللي بيعمل موضوع الفطريات اللي موجوده على البق ده والمراره، وهو يعني كمان السبب دي انفيه كمان، خلي بالك. يعني بيأثر على الجيوب الانفيه برضه؟ طبعا يأثر، المرار الارتجاع المريء هو اللي بيعمل التأثير. لازم تراجع الدكتور جهاز هضمي. نرجع تاني لمرجوعنا. الحساسيه عباره عن ضيف تقيل. ضيف تقيل يعني احنا مضطرين نستضيفه عندنا ونحتفظ بيه. استاذ ايمان معانا، اتفضلي. استاذ ايمان. ايوه. اتفضلي استاذ ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضلي. استاذ ايمان اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا عندي ابني عنده 3 شهور. 3 شهور كويس، ماله؟ فعنده على طول السلوانزا ورشح مناخيره، وكل ما اوديه للدكتور يكتب له ابر، يكتب له القطره بتاعت مناخيره ديت. طيب اسمعي حضرتك الاجابه، هجاوبك حالا دلوقتي. بصي يا ستي، ابنك اللي عنده رشح مستمر والمزمن ده في 3 شهور، دي مش حساسيه ولا حاجه، ده ممكن يكون عنده، لازم نتكشف عليه، ممكن يكون عنده انسداد في ناحيه من ناحيتين بتوع الانف، او بعض الاحيان ممكن ناحيتين، يعني بعض الاحيان في طفل بيتولد عنده عيب خلقي ان هو فتحات الانف اللي ورا نازله على الزون ورا ممكن تبقى مسدوده، فيبقى عنده دايما رشح، ويبقى الرشح بتاعه المخاط لزج قوي والسميك قوي، صعب، لازم يتكشف عليه عند دكتور انف واذن وحنجره، وتشفط المناخير بتاعته كويس ويتكشف عليه وتشاف. طيب عشان نجمل ونختم حلقتنا ان شاء الله تكون فادتكم النهارده. انا استفدت حقيقه من الاسئله اللي سالتها من الناس. الحساسيه ضيف تقيل مضطرين ان احنا نستضيفه عندنا، نتغلب عليه ان احنا نبعد عن الحاجات اللي بنشمها او ممكن تعمل لنا مشاكل احنا عارفينها زي التراب والدخان والروائح وغيره والاكل وغيره. كمان ان احنا لابد ان احنا نهتم التهويه بيتنا، دي اشاره حمراء بقولها لك، خلي بالك تهويه بيتك والتشميس بتاع الفرش البيت مهم جدا جدا جدا. خلي بالك ان الكورتيزون مش سم، لكن هو دواء بناخده بضوابط مش بمزاجنا، مش اخد بمزاجي بخاف كورتيزون. وارجو تكون استفدنا ان شاء الله من الحلقه، ويعني ان شاء الله يعني يكون لنا لقاء ثاني باذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.